طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين، من استوديوهات بادي نانسات نتواصل وياكم في تقديم برنامج المرشح أو بين قوسين كانديت. من خلال هذا البرنامج نحاول أن نعرف بالمرشحين ضمن القائمة 162 قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى. برنامج القائمة وبرنامج المرشحين وأهدافهم المستقبلية وما الذي ينوون تقديمه للمصوتين أو لأهالي محافظة نينوى والشعب العراقي بصورة عامة. فهذا الاستوديو قد خصص خلال الحملة الانتخابية للمرشحين على القائمة 162، وضيفتنا لهذا اليوم أو لهذه الحلقة هي السيدة هيرو فاتح ميرزا الكاكي. السيدة هيرو فاتح ميرزا مرشحة رقم 8 ضمن قائمة 162 للاتحاد الوطني الكردستاني، تولد 1987 من محافظة كركوك داقوق قرية توبزاوا. تحمل شهادة بكالوريوس تربية، حاليا هي أستاذة ومديرة ثانوية كبرلي للبنات بالحمدانية، وتسكن مركز قضاء الحمدانية. ستيرو أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أنك تحضرين الاستوديو، ونود أن نسألك أولا كيف تعرفين الحمدانية؟ الحمدانية بالنسبة للسيدة هيرو شنو؟ يا أهلا وسهلا، يعني بداية أشكرك وأشكر كادر دينانسات على هذا اللقاء الطيب. بداية الموضوع، حمدانية قضاء حمداني هي قضاء تابع لمحافظة نينوى، أغلب سكانها هم مسيحيين وأكراد وشبك والكاكية، منطقة تجمع جميع المكونات. سياسيا منطقة مهمة وتضم يعني أكثر من مكون وإلها أهميتها، هي منطقة تربط بين سهل نينوى ومحافظة نينوى وهي الأقليم، وحاليا هي يعني تابعة المركزي. يعني تعريف حمدانية بنظر السيدة هيرو، يعني أنت شون تشوفين يعني الحمدانية بعيون شنو؟ يعني شون توصفين الحمدانية؟ يعني عدا التعريف الجغرافي أو الإداري أو السياسي، لا يعني كشخص كإنسانة شون تنظرين للحمدانية؟ شنو هي يعني؟ صراحة الحمدانية هي بالنسبة لي أمل للحياة، أمل للحياة، منطقة أمل للحياة، بها ناس متطورين، بها مجموعة مثقفين، يعني بشكل عام كل الناس هناك يحبون العيش بسلام، وكلنا متكاتفين طبعا، وتبين لنا هاي الشغلة وراء أحداث ما حرب داعش لما نتهجرنا، يعني هجرونا كلنا سوا، ما فرقوا بين الكردي والعربي والسني والشيعي والكاكي ومعرف منه، هجرونا كلنا. ليش؟ لأن يعرفون إحنا كلنا متكاتفين بالمنطقة، كان يحاربون هذا التكاتف وبس ما قدروا، الحمد لله والشكر. أنت قلتي أنه أمل للحياة، يعني كلمة جدا رائعة، وتطرقت إلى موضوع داعش، لهذا السبب راح أدخل بالبرنامج من خلال هاي النافذة. يعني داعش من دخلت الحمدانية إيش سوت؟ يعني إيش ما سوت داعش؟ داعش خرب كل معالم التاريخية والحياة بالمنطقة، محافظة نينوى بشكل عام ومحافظة قضاء الحمدانية بشكل خاص. ليش؟ هنا كان يريد يفكك الآصرة المرتبطة بيننا احنا والتعايش اللي كان بيننا احنا المكونات كلها، حتى يشكل نزاعات بيناتنا كل المكونات، لأن احنا حمدانية، انا اقول لك مثل العراق مصغر، كل شيء بيه، الكردي والعربي والمسيحي والمسلم وغير الديانات وكل شيء، كمنطقة زراعية ما شاء الله زراعية، كمنطقة ثقافية ما شاء الله بها خريجين. نسبة الدمار بالحمدانية من رجعتوا لها قد كانت؟ 95%. 95%؟ 90% محروق و10% مهدوم. يعني نقول 100%. 100% أنا وياك برطلة حمدانية 100% دمار شامل، يعني أنا أقول لك يعني ما خلوا معلم إذا ما دمروها. حتى بيوت الأهالي والناس؟ بيوت الأهالي، أنا أقول لك بيوت، أنا واحدة من الناس بيتي محروق وما يعني ما باقي شيء بي، ما كان باقي بي شيء. بعد ما رجعتوا للحمدانية شون الأهالي بدأوا يبنون أو
الحكومة والجهات المختصة ساعدتكم لو لحد هسه يعني ماكو مساعدات؟ بعد ما رجعنا أنا بشهر العاشر رجعت لأن أنا مديرة مدرسة هناك. شهر العاشر 2017؟ أي 2017 رجعت والناس الأكثر المسيحيين طبعا هم رجعوا ويانا، هم قبلنا رجعوا همينا. الناس هي بدأت تبني بمساعدة بعض من المنظمات والكنائس وأشخاص يعني، بس كحكومة لحد هسه ما أعطت أي منحة مالية أو مساعدة للإعمار. الناس هي بنت، الناس هي عمرت لأن عندها حب للعيش، إنه ما تبقى بنفس المكان. داعش دمرها إيه، بس إحنا راح نبنيها. يعني رجعت الحياة الحمدانية حالياً؟ رجعت الحمد لله والشكر تقريباً. أنا أقول لك 85 إلى 90% لحد هسه راجع، بس نحتاج خدمات. ينقصنا شوارعنا كلها مدمرة، ينقصنا دكاكينا، محلاتنا مدمرة. يعني الحكومة ليش غافلة لي حد هسه؟ ليش ما تعمر؟ ليش ما تريد الناس ترجع لمكانها؟ الناس تريد تعيش بس ماكو. إيش قد بالمية من أهالي الحمدانية رجعوا تقريبا؟ يعني بحدود 80% خلينا نقول وأكثر. المسيحيين هم الأكثر فئة بالعراق يعني، اللي هاجروا طلعوا برا. أهالي الحمدانية هم نفس الشيء، مسيحي الحمدانية رجعوا للقضاء. يعني هم اللي تهجروا، الأقليات بالذات اللي تهجروا أكثريتنا طلعوا للخارج وداخل حمدانية بالذات. بس هسه شوي شوي حتى اللي بالخارج ده يرجع. ليش؟ لأن ما يقدر يعيش هناك. إحنا ما نقدر نعيش بغير جو، إحنا جونا نقدر نعيش به. هسه الوضع الأمني شون؟ الحمد لله وشكر زين زين. مير المسيطر بالمنطقة يعني قوات أمنية تابعة للحكومة العراقية أو قوات بيشمركة أو قوات محلية تابعة للقضاء شون؟ قوات أمنية جيش وحشد كبيشمركة لا، وراء أحداث 16 انسحبوا من المناطق. انسحبوا من المناطق يعني الوضع الأمني هسه تحت السيطرة. يعني ما أقول لك 100% زين لا، يعني بس يرادلنا الحركة يعني. بيناتكم بين الحمدانية والموصل، بين حمدانية أربي الحمدانية مثلا دهوك، اللي يعني الحركة بهاي المنطقة تكون مرات شوية صعبة، هسه شون يعني الحركة؟ الحمد لله زينة. الشارع الخط السريع اللي يربط بين محافظة نينوى ومحافظة أربيل بها سيطرات وبها نقاط أمنية وكل شيء موجود مفتوح، يعني من 7 الصبح إلى 7 المغرب بالليل ماكو. ستيرو أنت ترشحتي لمجلس نواب العراق، قضاء الحمدانية أو محافظة الموصل بشكل عام والمصوت والأهالي هناك ليش ينطوش صوتهم؟ يعني أنا فرضا من الحمدانية أو من الموصل، يعني ليش أصوت للسيدة هيرو فاتح؟ يعني ايش راح تسوين لأهالي الحمدانية على وجه الخصوص والمحافظة بشكل عام؟ كلام حلو. راح أبدي لك من تعريف بنفسي. أنا ترشحت من عشيرة الكاكية، إحنا عشيرة معروفة بالمنطقة، من إحنا موجودين من محافظة خانقين وإلى شمال دهوك، يعني على هذا الخط إحنا متواجدين، العشيرة الكاكية متواجدين شمال دهوك، يعني لآخر نقطة بالشمال، يعني محافظة إحنا على الإقليم موجودين والمحافظات المركزية موجودين همنا. احنا اكراد العشيرة الكاكية موجودين كلنا هناك، واحنا عندنا قرانا محافظة نينوى على سهل نينوى. قرانا هي وردك، تلبن، قزكان، كبرلي، زنجل، موجودين على ضفاف نار غازر. وردك كان صار بها تفجير اتصور. احكي لك على تاريخنا بالمنطقة ورا سقوط صدام 2004 مزاراتنا اتفجرت، مزارنا اتفجر. طبعا الاتحاد الوطني الكردستاني ما قصر بوقتها، مام جلال الله يرحمه بذاك الوقت دزلنا فلوس ويا السادة والوجهاء المنطقة، دز فلوس وعمروها وبنوها. 2009 بالليل 12 بالليل قرية وردك اتعرض لهجوم غاشم من قبل الارهابيين، قلبتين طبعا هي كانت متفجرات متروسة، دخلت بداية القرية تفجر القلابة الأولى والثانية. ولد المنطقة ولد كان اسمه نادر الله يرحمه ويا الباقين، هم ما خلوا يتفجر وكتلة والسايق والله يرحمه وإن شاء الله مثواه الجنة استشهد، وقع بالقلابة يعني صار فحم. يعني شوف إيش قد عنده روح تطوع من عنده لأهل منطقته، ما خلى هاي القلابة
ثاني قربت تنفجر. لو كانت منفجرة كانت القرية فد مرة راحت. وانطينا بذاك الوقت 19 شهيد و75 جريح. السؤال هو يعني هاي تضحيات قدمها كل أهالي المنطقة يعني يمكن خلال الحرب مع داعش، بس السؤال هو في الوقت الحالي ليش أهالي الحمدانية يصوتون للسيدة هيرو فاتح؟ ايش راح تسوي لهم؟ يعني شنو اللي ينقص الحمدانية حتى حضرتك مجلس النواب تقدمين لهم؟ أنا أحكي لك الدورات السابقة وراء حرب داعش همينة شكلت عائق كبير بالنسبة لنا إحنا المرشحين الجدد. ليش؟ بسبب الظروف اللي صارت بوقتها والمرشحين اللي ترشحوا أنطوا وعود وما نفذوها. هسا إحنا بمعركة، معركتنا كبيرة حيل. ليش؟ الناس ما عندها ثقة، ما ظل ذاك الثقة وذاك العقلية حتى ما الناس صارت واعية. هل قد ما سمعوا وعود وكلام وما نفذوها المرشحين بذاك الوقت؟ يعني هسه أي واحد تروح تقول له يعني يقول له أنا ما أروح الانتخابات، هنا يبدي دورك أنت شلون تقنع الناخب إنه يروح ينتخب ولا يضيع صوته. أنا جديدة بالشغلة صراحة، يعني أنا أقول ليش أقول لك على الاتحاد الوطني الكردستاني قائمة مام جلال مديرة مدرسة 2013 تعينت 2014 صرت مديرة مدرسة للنازحات في قضاء خبات على ممثلية أربيل. هناك بديت أشتغل وعندي قابلية وعندي روح وأريد أشتغل للناس وأفيدهم، لأن أنا طلعت من قلب المعنويات اللي هم يعانوها أهل المنطقة. أنت ترشحتي يعني أنت رشحتي نفسك لو الاتحاد الوطني رشحت؟ الاتحاد الوطني رشحوني طلبوا من عندي وأنا ممنونة لهم وانطوني هاي الثقة وترشحت على كلامهم طلبوا من عندي وأنا ممنونة عندهم. زين. وإلي الشرف أترشح وأمثل عشيرتي هناك وأهل المنطقة كلها. منطقة الحمدانية مثل باقي مناطق سهل نينوى إذا صح التعبير يعني تشملها مادة 140 من الدستور العراقي. حضرتك إذا الله وفقش ووصلت للبرلمان راح إيش راح تسوين؟ راح تعملين على تنفيذ هاي المادة؟ طبعا أكيد حل للمشاكل. السؤال هو يعني هسه أهالي الحمد المادة 140 إذا يتطبق لازم يصير استفتاء تطبيع وبعدين يتطبق المادة. صحيح. خلال الاستفتاء أهالي الحمدانية ايش تتوقعين؟ يعني راح يصوتون نعم راح نكون ويا الأقليم راح ولا راح نبقى ويا المركز؟ هاي تبقى على أهل المنطقة وتفكيرهم. أنا بالنسبة لي كمرشحة وكإنسانة ومن أهل المنطقة حلنا الوحيد هي 180 حتى نعرف 140 العفو 140 حلنا الوحيد. المشاكل الموجودة بالمنطقة هي 140. إذا تقصدين يعني تقصدين يعني الحمدانية تكون ويا هذا قرار الأقليم؟ قرار يعود للأهل منطقة، قرار يعود للأهل. لازم تصير الاستفتاء والانتخاب والناس تقرر هي بنفسها مصيرها وين تكون وين مصلحتها، وإحنا راح نكون ويا الناس. طبعا الأغلبية هي تحكم. إحنا هواية محرومين ومظلومين من ناحية الخدمية من ناحية الأمنية من كل شيء مدمرين. محافظة نينوى قضاء حمدانية قران الكاكية باقي القرى ما الشبك التركمان طبعا اكو هواية قرى اكو مدمرة. انا اقول لك 90% مدمرة. وين الحكومة من كل هذا؟ وينها؟ احنا ليش جايين هسه نريد نبني نعمر؟ انا ويا فكرة القرى تنبني اذا ماكو قرية يعني ماكو قضاء يعني ماكو محافظة ناحية وماكو ماكو ناس ماكو زراعة ماكو كل شيء. يعني فالسبيل الوحيد نوقف تهجير الناس انه تبني القريه وترجع اهالي المنطقه لمنطقتهم الاصلي ويبدون يشتغلون ويحسون بمواطنتهم. يعني منذ قديم الزمان مثل ما يقولون ولحد هسه منطقه الحمدانيه مشهوره يعني اقتصاديا او المصدر الاقتصادي الرئيسي منطقه الحمدانيه هي الزراعه. الوضع يعني بالمجال او القطاع الزراعي شلون هسه؟ الوضع الامني شكل عائق كبير بالنسبه للزراعه وخاصة السادر. احنا قرانا احكي لك اياها على القرانة هسنا ما سووا اي زراعة. ليش؟ لان الخط الفاصل اللي هو سادر منعهم عن اراضيهم خلف السادر هي من ذاك الجانب الحمداني لو من جانب حتى لو من جانب قرانة ما زرعوا وهذا ضرر يوصل لاقتصاد البلد يوصل لاقتصاد المنطقة. يعني هذا كله معوقات قدام المواطن. يعني هسه لازم هذا السادر ينشال حتى
الناس تقدر ترجع للزراعة والأراضيها. الحل أنه الحكومة المركزية وحكومة الإقليم يوصلون الاتفاق ويحلون هاي المشكلة. المواطن ما له ذنب. إحنا طريق يربطنا بين قرانا وقضاء حمدانية هاي مسدودة، هذا ساتر. نريد نفتحها وعندنا طلاب، طبعا مو زراعة بس، طلابنا إحنا دراستنا عربي يدرسون، يأخذون فرة كاملة من القرى ولي حمدانية تقريبا أكثر من ساعة، يلا توصل داخل القضاء، عندك الطالب بالمدرسة، الطالب بالجامعة، الموظف اللي عنده دوام، يعني 6 الصبح يمكن يطلع، يلا بالـ8 يوصل الحمدانية. حضرتك مرشحة خلال هاي الفترة اللي كنت مثلا تزورين الأهالي وتشوفين المناطق، دخلتي مركز المدينة، مركز الموصل لو؟ أي دخلت كموصل، رحت لها كحسب متطلبات عملي، أنا موظفة تربية، هي دخلت لا الموصل. كمرشحة أي. يعني بصفتك كمرشحة رحتي زرتي المدينة، شفتي أهاليها، شفتي الوضع هناك؟ نعم رحت مرة لي حدث، يعني مرة رحت، وبعد إن شاء الله الزيارات الجاية راح أكثفها وأروح. شفتي معاناة الناس شيء؟ ده نشوفها بعيننا إحنا، يعني معاناة أهل الموصل كبيرة حيل. يعني احنا حكينا على الحمدانية، حتى الحكي ما يوصف. احنا حكينا على الحمدانية، يعني انطينا الوقت تقريبا الوقت الكافي وين كان قليل. بس اذا تحكين على الموصل، على المحافظة بشكل عام، يعني مرشحة اهالي الموصل، اهالي نينوى بشكل عام، الاولوية هسه بالنسبة لهم شنو؟ الاولوية انه تبني له بيت هذا المواطن اللي هو أبسط حق من حقوقه، اللي بيته مدمر بسبب هذا الحرب اللي صار على داعش واللي دمره داعش، زين، اللي ما عنده بيت رجعوه. الحكومة لازم يعني تشوف لها حل وتعمل دورها هناك. البيوت مدمرة 90، ما أقول لك والله يمكن 100% موصل مدمرة، اللي عنده شهيد، اللي عنده عوائل ناسحة، اللي يدفع إيجارات وما عنده فلوس، والمعوقين والأرامل والأطفال المتشردين. هسه عندنا كم أطفال متشردين؟ زين مجلس النواب أو الحكومة العراقية الجاية وراء الانتخابات شون لازم ترد الاعتبار لهؤلاء الناس المتضررين، اللي انهدم بيته، اللي انقتل أهله، اللي حتى يعني أكو عوائل ما ظل بها يمكن نفر واحد؟ صحيح. يعني شون تردون الاعتبار لهذول الناس وراء الانتخابات اذا الله وفقك ووصلت للبرلمان؟ يعني ايش توعدينهم؟ ايش راح تسوين لهم؟ ان شاء الله الله يوفقني، راح اطالب الحكومه بتسريع عمليه الاعمار، هذا اهم شيء. اذا كل ما نسرع بعمليه الاعمار كل ما نخفف الكهل اللي واقع على كتف المواطن. تسريع الاعمار راح يمشي الحياه بالمحافظه، ولي حد السن ماشي الحياه بالمحافظه لان اهلها صامدين، صابرين، قويين، شجاعين بسبب أهلها. وما شاء الله يعني الحكومة هم ما قصرت، طبعا الوضع الأمني وراء التحرير الله يعني ينطي الصحة والعافية للجنود الجيش العراقي ككل وكافة صنوفات الجيش العراقي والبيشمركة، طبعا ما ننساهم، هم اللي يساهموا بشكل كبير في تحرير محافظة نينوى وباقي الصنوفات الحشد وكلهم، يعني ما قصرت الحكومة. أعلنت الموصل أنها محافظة منكوبة، المنطقة المنكوبة أو المدينة المنكوبة لازم الحكومة تخصص لها ميزانية خاصة لإعادة إعمارها وإعادة تأهيلها وإعادة كل شيء بها. بس ضمن ميزانية 2018 ما أتصور أنه خصصوا ميزانية خاصة لمحافظة نينوى مثلا. لا ماكو، الحكومة صرحت أنه هي محافظة منكوبة. زين وين الميزانية؟ وين الفلوس؟ وين تش راح تسوون؟ وأنا أسأل يعني إحنا راح يكون دورنا هنا نطالب الحكومة توفي بوعودها، توفي بهذا الكلام. هي قررت أنه هي محافظة منكوبة، زين وين الفعل؟ وين الفعل؟ نريد نشوف إحنا أهالينا يريدون، إحنا ليش نترشح؟ احنا اللي طلعنا من قلب هذه المعاناة، انا وحده من الناس كنت ناسحه مثلهم ورجعت وبنيت، زين وين دعمك يا حكومه؟ نريد دعمك، مو هذا كله حكي؟ ليش حكي؟ ليش ماكو فعل؟ اكو مقدرات، اكو ثروات، اكو امكانيات داخل محافظه موصل او نينوى اقصد، يعني بكل العراق، بس احنا ده نحكي على محافظه نينوى بالاخص. اكو ثروات ينهبوها، تسرق بالفساد، يعني بالفساد، يعني حتى آبار النفط، حتى مقدرات وثروات الشعب، حتى وصل أنه الاتجار بحضارة العراق داخل نينوى وهي الآثار. يعني الناس يريدون سلطة تنفيذية قوية، يعني تقدر تسيطر على
البلد بشكل عام والمحافظة نينوى بشكل خاص، لأن هي مرت يعني بمرحلة كارثية حقيقة. فشنو هي الآلية اللي راح تتبعوها يعني للسيطرة على الفساد بشكل عام؟ بسبب السياسات الفاشلة قبل وصلتنا لهذا الحالة، وصلت محافظة نينوى إلى هذا الحالة. احنا دورنا هنا نقول للحكومة يكفي تجيبون أشخاص للمواقع المسؤولية حسب الأكثرية والحسب الأغلبية وحسب الطائفية وهذولي. لا، احنا ما عدنا شيء، محافظة نينوى وشعبها ما يريدون هذا الشيء. احنا ككل متكاتفين، نريد واحد تجيبون موقع المسؤولية حسب كفاءته. يا بي لا يا أخي، لا تقول هذا أسود أو أبيض أو شي اسمه ما أعرف شنو، قول هذا الشخص عنده شهادة وكفاءة وخليه بموقع المسؤولية وحاسبه إذا قصر. ماكو محاسبة. زين أنت تقول أكو فساد، زين وين الإجراءات مالتك؟ لازم أنت تلزم واحد فاسد وتعقبه. وين هذا التنفيذ كلها؟ وين الشعب مل من هذا الوعود؟ إحنا نريد تطبيق، نريد تطبق هذا الكلام. أنتوا شو راح تسوون؟ الناس راح يطلبون منك. نطالب الحكومة بتطبيق كل هذا، نطالب إنه كافة المواقع المسؤولية يتم تكليفها من قبل أشخاص كفؤين. ست هيرو، أنت ذكرتيني بسؤال أريد أطرحه، يعني حكيتي على السلطة، يعني المحاصصة والتوافقية وإلى آخره. يعني منذ 2005 ولحد هسه الحكومة العراقية مبنية على أساس التوافق، حكومة توافقية. صحيح. لازم يكون هلقد عرب شيعة، لازم يكون هلقد بها عرب سنة، هلقد وزراء أكراد، هلقد وزراء ما أدري شنو. بالمرحلة الجاية يعني أنتوا يعني إيش راح تسوون؟ هم تبقون على الحكومة التوافقية لو تيجي حكومة يعني أغلبية اللي تقدر تجيب أغلبية الأصوات وتشكل الحكومة، ياهي الأفضل يعني؟ أنا برأيي التوافقية كانت زينة، بس النتائج بس النتائج ماكو، أثبتت عكس ذلك. ماكو برأيي، أنا أقول لك وسبق وذكرتها، إحنا نريد كفاءات، ما نريد طائفية ولا محاصصة ولا أغلبية، نريد كفاءات يعني على حسب كفاءته، على حسب يعني شهادته، يعني على خبرته. يعني تريدين مثلا القائمة أو الكيان السياسي اللي يجيب أغلبية الأصوات هو اللي يشكل الحكومة، والباقي شلون؟ والباقي يصيرون محارضة. لا ما يصير هذا الشيء. يعني أنت هم تأيدين التوافقية؟ توافقي ما يخالف، الكل يشاركون بالعملية السياسية، الكل يشاركون، الكل. بس فشلت. يعني فشلت صحيح، بس هسه احنا دورنا، أنا جاي أقول لك نريد كفاءات. احنا خلي يكون مرأة أو رجال أو أسود أو أبيض أو غير وغير، يا بجيب واحد بموقع المسؤولية حسب هذا المسؤولية اللي على عاتقه، جيب على حسب خبرته بهذا المجال، جيب واحد محب ويحب الناس كله ويشتغل وقلبه على العراق ككل من غير ما يفرق بين كل المكونات الشعب. احنا بحاجة الشعب هسه مطلبه هذا هو. أنا خلي يحكمني أي واحد كان، بس من شعبي، بس يعني وطني. وفق القانون وطني. والدستور وفق الضوابط، وفق القانون والدستور والضوابط، انه يكون وطني 100% ويحس بشعبه ويشتغل لهم. هذا المطلوب، هذا الكلام الشارع العراقي او شارع المحافظة اثنين، وخلي نقول الناس اللي هناك. انا طبعا البارحة واولة البارحة كنت جولة على البيوت، انا طبيت لهم، وهذه يا اخي تعال شوف معاناتهم، يعني ابسط الحقوق ماكو. هسه رجعوا واحنا رجعنا لمناطقنا، الناس رجعت، ليش ماكو مساعده من الحكومه؟ هم بداوا بهاي الخطوه، ليش ما يساعدوهم حتى دخلت المخيمات، مخيمات النازحين، المخيمات. انا كنت مديره مركز بشهر السابع 2017 هناك، مخيمات حالة يعني. لا حاليا لا، بس قبلها عندي علم وقريبين على منطقتي واني شايفتهم، معاناتهم كبيره، يعني الحياة هناك كلش صعبة. يعني احنا رادلنا انه نرجع النازحين الى ماكنهم، كلش ضروري هذا. شنو هي الآلية اللي راح ترجعون النازحين؟ يعني هاي النقطة اكثرية المرشحين يأكدون عليها، اعادة اعمار الموصل، اعادة النازحين. يعني طبعا اكيد، يعني النازح وين يرجع اذا كان بيته ما عنده بيت؟ يعني حتى انا اقول لك اللي قاعدين بالمخيمات او بغير منطقة ما عنده دينار يصرفه، هذا يرجع وين؟ يرجع المحافظة مهدومة، ماكو بيوت للإيجارات.
لازم نبني أول شيء لازم نبني وبعدين نرجعهم النازحين لمناطقهم. هذا أهم خطوة من كل شيء، ابني وساعد حتى ترجع النازحين وحتى يرجع الحياة. إيش قد طول هاي العملية باعتقادك؟ طبعا أكيد يطول هواية، طبعا أكيد سنوات. أنا أقول لك سنة بس الحكومة إذا تشتغل بشكل صحيح ما يحتاج إلى أكثر من خلينا نقول 5 سنوات أو أقل. الدمار اللي صار بالموصل يوميا، نأكد على هاي النقطة، الدمار اللي حدث بالموصل، الأحداث اللي صارت بالموصل، وأن يعني الدمار هو نتيجة، النزوح هو نتيجة. نتيجة شنو؟ نتيجة احتلال الموصل والمحافظة من قبل داعش. وبس حتى إذا نحكي على داعش نقول داعش هم كانت نتيجة. طبعا كانت نتيجة يعني حكم غير سوي كما يقولون، حكم غير رشيد، حكم غير لائق. ظهر داعش وظهر أخواتها، يعني أسباب سقوط الموصل، أسباب هذا الدمار، أسباب هاي هذا النزوح، يعني السبب الرئيسي شنو؟ منو اللي كان وراء هذا هاي العملية؟ منو تواطأ وياهم؟ منو اللي جابهم؟ منو اللي ساعدهم؟ منو اللي خطط لهم؟ الحكومة العراقية شكلت لجان تحقيقية، ومرات كانوا يعلنون انه فلان الفلاني عنده ايد بالموضوع. زين هسه اهالي الموصل ما يسألون ما يقولون هاي اللجان التحقيقية وين وصلت؟ المتسببين في سقوط المدينة، المتسببين في التواطئ او متواطئين مع الدواعش، شنو مصيرهم؟ شنو المستقبل مالهم؟ يعني إذا 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 أسألش هذا السؤال كمرشحة وباشر راح تدخلين إلى قبة البرلمان، يعني ما راح يعني يكون عندكم ملف خاص بهذا الموضوع؟ طبعا أكيد. أنا أجاوبك، السبب الرئيسي لهذه اللي حصل بالموصل وهجوم داعش وسقوط محافظة موصل هي عدم المسؤولية. عدم المسؤولية بس كان أكو ناس متواطئين وياهم. عدم المسؤولية شنو معناتها؟ عدم المسؤولية. زين انت يا مسؤول لما تكون بموقع امني وانت عندك استخبارات وعندك كل شيء، عشان ما عندك بعلم هذا. والسبب الثاني يرجع لنا احنا المواطن، ما كان اكو تواصل بين الجهات الامنية وبين المواطن. انا كمواطنة وداخل موصل كان اكو وهذا كله سبب شنو؟ السياسات الخاطئة بالمنطقة. ونشوء فكرة التطرف، يعني كانت الموصل في مرحلة ما بؤرة للأفكار المتطرفة. هو داعش جابها قبل تشكيل داعش، كان اكو جماعات مسلحة اخرى، هم كانوا عايدين ارهابيين عايدين لداعش يزرعون هاي الفتن وهاي الشغلات بين الشعب بين المكونات. سبب التحاق الشباب بهاي الجماعات المسلحة مجبورين. ليش مجبورين؟ انت لما تكون بمنطقة داخل سلطة هذول الجماعات الارهابية، يعني انت مجبور انه تروح، اما يقتلوك او انت وياهم. اهالي الموصل ما كانوا راضين على هذا الشيء. بس يعني احد الاسباب هو انه الشباب لما تكون عاطلة ما عندها فرص عمل، ما عندها التزامات، ايش راح تسوي؟ راح تدور على اي مصدر تجيب من وراء فلوس مثلا، على اقل تقدير. البطاله زين، احنا حكينا على البطاله وهسه البطاله شو؟ بطاله؟ ايه 90% صارت. ايش راح تسوون انتم؟ يعني ايش راح تسوي؟ ايش تطلبين يعني؟ حتى ما تبقى بطاله، حتى ما تبقى فكره تطرف. الميزانيه ما بيها تعيينات، درجات وظيفيه ماكو، هذا غلط. يعني الى الميزانيه غير مجالات مثلا، القطاع الخاص. القطاع الخاص موجود، القطاع الخاص، المنظمات، الشركات. ليش يروحون يجيبون من الخارج شركات ويجيبون ايادة عاملة خارج العراق؟ ليش ما يجونون يستثمرون الطاقة الشبابية اللي عندنا؟ احنا خريجين عندنا وقاعدين بالبيت. انت يا شركة الاهلية يا قطاع الخاص، ليش ما تجي تاخذ هذولا؟ وليش تروح تنطي فلوس هواي؟ الحكومة لازم تفرض عليها. يعني هاي كلها اخطاء، واحنا بدورنا لازم نروح نصحح على الاخطاء ونطالب تصحيح هاي الاخطاء. احنا عندنا كفاءات، احنا خريجين، ناس زينين، شباب مثقفين، شباب حلوين، حتى اليد العامله. يعني هسه جايين حتى اليد العامله تجيبوهم من الخارج، مو هذا هدر للطاقه الشبابيه؟ الموصل كانوا يسموها مدينه الفقراء يعني، ولي حدث طبعا. يعني ناس، اي واحد يروح بالموصل قد ما يكون فقير يقدر. صحيح. يعني يعيش. صحيح. لان المدينه واسعه الابواب من حيث الرزق صحيح. ست هيرو، نرجع
للحمدانية لو نبقى بالموصل؟ يعني كم يعني كم رسالة أريدك أنت توجهينها للمصوتين لأهالي الموصل محافظة نينوى قضاء الحمدانية؟ يعني خلينا نبدأ من الحمدانية، يعني شنو هي الرسالة مالتك لأهالي الحمدانية؟ السيدة هيرو فاتح ميرزا كاكي مرشحة رقم 8 على القائمة 162، هاي الكاميرا قدامك واحكي ويا أهالي الحمدانية. أريد أوصل رسالتي لأهل حمدانية، إحنا كلنا أخوان وخوات وماكو فرق، عرب كراد شيعة سنة مسيحي مسلم ماكو فرق، كاكي كردي ماكو فرق، إحنا أخوان عراقيين عاملونا على أساس مواطنتنا لا على أساس مذاهبنا وأدياننا وتوجهاتنا. أنا عراقية ومن أهل المنطقة وأقدر أخدم وأريد أوصل رسالتكم وأشتغل لكم، رشحوني، وإذا أنا مو أهل هاي الثقة لا ترشحوني. عندي هاي الرسالة أهل الحمدانية وعندي عشيرتي اللي هم عشيرة الكاكية، أريدهم يعرفون أنا بنتهم إن شاء الله ومثلهم خير التمثيل، وإن شاء الله أكون رسالة خير وسلام بين كل المكونات. إحنا ما نتجاوز عليهم، لا إحنا كلنا أخوان وخوات وإحنا نحب السلام والعيش، إنه نعيش سوا كلنا سوا بالمنطقة. هذا مطلب الشخصي والجماعي. أهالي محافظة نينوى بشكل عام كلهم يكونوا متأكدين أنا راح أكون صوتي دافع عن كافة حقوقهم، لأن أنا بنتهم وطلعت من قلب المعاناة اللي هم يعانون منها، والله يوفقني وإن شاء الله وصل هاي الرسالة وهاي المطالب وأشتغل لهم. ظل شيء ما قلتيها؟ أنا طبعا أوجه تحياتي للاتحاد الوطني الكردستاني أنه أعطتني هاي الفرصة وخلتني بقائمة الرئيس الله يرحمه مام جلال، القائد الأول والأخير بالنسبة لي، هو شخصية روحية بالنسبة لي. طبعا أنا أحب سياسته وأفكاره اللي كان يحملها مام جلال، يؤمن بالتعايش السلمي، يؤمن بأخوتنا، يؤمن بالمصير الواحد ولا يفرق. هذا كله أنا طبعا متأثرة بسياسته وأحب أكون على هذا الخط وأمشي وياه وأخدم أهلي ومنطقتي والعراق بكافة والإقليم أيضا. وشكرا لكم. سيدة هيرو فاتح ميرزا كاكي، إن شاء الله ستكون لدينا لقاءات أخرى، وإن شاء الله في المرات القادمة سنقول لك النائبة هيرو فاتح ميرزا. أشكرك. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك النجاح، ونتمنى لأهالي الحمدانية ومحافظة نينوى أن يتذكروا السيدة هيرو فاتح ميرزا في الانتخابات القادمة والتي ستجري في 12 الشهر القادم. مرة أخرى نشكرك على حضورك في الاستوديو، وسنرحب بك متى ما سنحت الفرصة لنا لاستضافتك مجددا وأكثر من مرة. شكرا، شكرا لكم. إلى الملتقى أعزائي المشاهدين، وإلى يوم آخر لاستضافة مرشح آخر ضمن القائمة 162. إلى اللقاء.